اتنين صمرة بطاطس مسلوقة وجزراية متقطعة شرايح وتلاتة بيض مسلوق وعلبة تونة وعلبة أنشوجة وكوباية من الزيتون الأسود وعدد عودين من البصل الأخضر المفروم ومعلقتين من البقدونس المفروم ونص كوباية زيت زيتون وثلاث فصوص ثوم ومعلقتين عصير ليمون. وهنقول تاني المقادير علشان تكتبوا معانا المقادير بالظبط. أول حاجة زي ما قلنا عندنا ثلاث ثمرات فلفل ألوان وخصاية بلدي وممكن تكون كابوتشا مفيش مشكلة. عندنا كمان بطاطسين مسلوقين ومتقطعين وعندنا ثمرة جزر متقطعة شرايح، ثلاث بيضات مسلوقين وكمان عندنا علبة تونة وعلبة أنشوجة وكوباية من الزيتون الأسود وعودين من البصل الأخضر ومعلقتين من البقدونس المفروم ونص كوباية زيت زيتون وكمان عندنا اتنين فص من الثوم وكمان آخر حاجة اتنين معلقة عصير ليمون. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل السلطة ازاي. أول حاجة كل المكونات يلا يا نار يا مجدي بتاعتنا. هنجيب بولة عشان نعمل الدريسنج، بولة الكبيرة كمان عشان نحط فيها السلطة. أول حاجة هنا هناخد الثوم المطحون ونركز شوية في الموضوع ده لأن ده الدريسنج ده ممكن نضيفه على أي حاجة تانية احنا حابينها هتبقى حلوة برضه. وناخد علبة الأنشوجة أهي على الثوم ونطحن الاتنين مع بعض يدوبوا خالص. هقول تاني عندنا ثلاث فصوص ثوم مفرومين وعندنا كمان علبة أنشوجة شايفين انطحن كله مع بعض اهو. ده الدريسنج بتاعنا. بعد كده هنحط عليه عصير الليمون وكلمة دريسنج يعني صوص التتبيل. منور يا عم عصام. وعندنا هنا نص كوباية من زيت الزيتون وهنديله شوية ملح وشوية فلفل ونحطهم مع بعض نقلب يبقى عندي كده الدريسنج بتاعي او صوص التتبيل جاهز. اقول تاني مقادير الصوص الجميل الرائع ده اللي ممكن تحطوه على سلطه بطاطس مسلوقه مع بسله. احنا طبعا نسينا نقول لكم ان في المقادير كوبايه بسله او فاصوليا خضراء مسلوقه. ممكن نحط بطاطس مسلوقه مع الصوص ده وشويه بقدونس بقى سلطة لوحده. ممكن نحطها مع شويه خضروات تبقى سلطة لوحده. الصوص حلو جدا وقوامه رائع بعد ما دوبنا الأنشوجة مع الثوم مع زي ما قلنا زيت الزيتون وعصير الليمون. هنديله شوية ملح وشوية من الفلفل ونقلب مع بعض اهو. ادي ملح وادي فلفل ونقلبهم مع بعض يبقى عندي كده صوص التتبيل جاهز. تعالوا مع بعض نحط بقية المقادير بتاعتنا. ده طبق التقديم حاطين فيه أوراق من أوراق الخس. شايفها غسان؟ أه الحمد لله. بص هناخد شوية من الخس كده. عايز اقول لكم حاجه بس عشان مجدي بيقول لي انت ايه اول مره تشوف غسان. بالعكس احنا هنا مع بعض جروب واحد وبنحب بعض قوي فلازم نناغش بعض يعني عشان خاطر ايه واحد يكلم واحد واحد يقول تعليق واحد كده فعشان خاطر نبقى كده نحسسكم ان انتم موجودين معانا. لو ما كناش بنتعامل مع بعض بالطريقه دي هيجي لكم احساس مختلف كانكم بتتفرجوا على موضوع مدرسه او كانكم بتتفرجوا على شرح دراسي او شرح اكاديمي. احنا بالعكس انا عايز حضراتكم تبقوا موجودين معانا في الاستوديو تشوفوا ايه اللي بيحصل. فانا بحس ان انتم موجودين عشان كده بتعامل مع كل الزملاء هنا كاننا انا موجودين معاكم في البيت يعني. فسامحونا اذا كنا دايما بنخرج من اطار الطبخ ونوديكم في حته تانية يعني. تعالوا مع بعض ناخد كل المكونات. عندي بسله مسلوقه هنحط كوبايه البسله، البصل الاخضر المتقطع، البطاطس المسلوقة، الجزر هنا رؤوس الأوراس بتاعة الخصاية البلدي قطعتها شرايح اهي معايا استفاد بيها، معلقتين البقدونس وكمان التونة خلي بس قطعة كده نحطها على الوش والفلفل الألوان وبعدين الزيتون الأسمر. كل ده هنقلبه مع بعضه وهنوريكم شكل الاكله بتاعتنا في النهايه عامله ازاي. يا ابو حميد. الو يا احمد. يا احمد لو سمعني رد عليا. ازاي الخط قطع؟ كلمنا تاني يا حبيبي مستني تليفونك. هناخد كده الصوص بتاعنا ننزله اهو. هنخلي بس معلقتين نحطهم على الوش اهم. وعايز اقول لكم طبعا ان السلطه دي جربوها انتوا اللي هتكلموني في التليفون تقولوا لي على حلاوتها وعلى طعمها
وعلى شكلها اللي انتم شايفينه قدامكم ده. خدنا هنا زي ما قلنا الخس حطيناه في أرضية الطبق، وناخد السلطة بتاعتنا نغرفها كده يا غسانة اهي اهو. وبعد زي ما قلت فاضل عندي بس البيض، فاضل عندي كمان حتتين من التونة كده نحطهم على الوش. وبجد بجد بجد جربوها النهاردة مثلا على الغدا، دي تتاكل مع شوية، تتاكل مع شوية سؤال وجيه يا ياسر الله يخليك. هقول لك دلوقتي بس بعد ما نقول كده، ناخد شوية عيش مقرمش، عيش محمص، ناكل معاه السلطة دي، تبقى حاجة جميلة جدا زي ما بنقول تعجبكم. وبعد كده ناخد هنا البيض، أظن فيها كل العناصر الغذائية، يعني إيه؟ فيها بروتين حيواني اللي هو البيض والتونة والأنشوجة، فيها خضروات، فيها كل اللي انتوا بتحتاجوه موجود معانا جوه السلطه دي، حاولوا تجربوا. يا استاذ كريم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته يا شيخ. الله يخليك، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله بخير. اتفضل. عايز اعرف طريقه المكرونه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل، حاضر. حاجه ثانيه؟ لا شكرا. بشكرك يا كريم على اتصالك، وطبعا هقول لك على المكرونه بالبشاميل، وهي في الاساس زي ما قلنا اسمها الباستاشيو، اكله يوناني وبتتعمل بطريقه حلوه قوي هقول لك عليها. بعد ما خلصنا كده هناخد ايه بقى؟ واحدتين من الزيتون هنا، عشان بس احمد بيحب الزيتون وهو اللي طالب السلطه دي دلوقتي عشان خاطر ايه. ونحط بقيه الصوص اهو بالهنا والشفا بقى. جربوا الطبق ده مش هتندموا ابدا بعد ما تدوقوا حلاوه الطبق ده. طبعا عايز اجاوب على المكرونه بالبشاميل سريعا، وبعد كده نستاذنكم في فاصل. هنقول المكرونه بالبشاميل، انا بجيب لتر لبن، لتر لبن احطه على النار واقطع معاه جزرايه وبصلايه، ورقتين من اللورو، وشويه من بشره جوزه الطيب، وكمان شويه زعتر لو حابين، وشويه ملح، وشويه فلفل. كتير قوي بيقولوا لي انت بتغلي اللبن وترمي الخضار. اه طبعا بغلي اللبن وارمي الخضار اللي جاي ده، لان انا عايز اخد كل النكهات دي جوه الاكله بتاعتي يا عم عصام. كل النكهات دي، اخد ريحه البصل وريحه الكرفس وريحه جوزه الطيب والحاجات دي جوه اللبن. بعد ما يهدى خالص اجيب 4 معالق من الزبده و4 معالق من الدقيقه.